إلى الإعلام والرأي العام. استشهدت عضو أكاديمية علم المرأة الجينولوجيا وعضو هيئة تحرير مجلة علم المرأة الجينولوجيا ناكيهان أكارسيل نتيجة هجوم مسلح في مدينة سليمانية في إقليم جنوب كردستان في الساعة 9:30 من صباح يوم الثلاثاء. إننا ندين بشدة هذا الاغتيال السياسي الذي يعد من جرائم القتل السياسي التي ارتكبتها الفاشية والقوى المهيمنة بحق جميع النساء المقاومات والمناضلات حول العالم. ندعو إدارة حكومة جنوب كردستان إلى البحث عن مرتكبي جريمة القتل هذه في أسرع وقت ممكن، التي تطورت كاستمرار لجرائم القتل الوحشية ضد كل من ياسين بولوت ومحمد زكي شلبي وسهيل خورشيد، إذ لم يتم توضيح جرائم القتل هذه. فإن تعاون حكومة جنوب كردستان سيقع تحت ظل الموجة المتصاعدة للثورة النسائية. قضت ناكيهان وقتا طويلا في الكفاح من أجل حرية المرأة العربية والنساء كافة، كما وقادت بروح فدائية حركة الشباب الجامعية والصحافة وعلم الجينولوجيا علم المرأة، وقاومت في السجن لسنوات من أجل هذه القضية. خلال أصعب سنوات ثورة المرأة ثورة روجافا، من أجل إطفاء لون وطابع المرأة على الثورة ثورة روجافا، بذلت الشهيدة ناكيهان جهدا كبيرا في جميع أنحاء روجافا وخاصة في عفرين، كما وعملت بشجاعة وتصميم كبيرين، وقد لمست أرواح وقلوب نساء شنغال التي تعرضن لأقصى وحشية من قبل تنظيم داعش. من أجل تنوير علم المجتمع وتاريخهن أجرت بحثا ميدانيا في هذه المناطق. كانت ناكيهان أكارسيل عضو أكاديمية علم المرأة الجينولوجية تعمل في مع نساء جنوب كردستان في مكتبة أعمال المرأة الكردية ومركز الأبحاث في سليمانية، مع نساء جنوب كردستان اللاتي عانينا من أشد عواقب الفاشية وسياسات الدولة القومية، في الوقت الذي كانت تعمل عضوة أكاديمية علم المرأة بشكل متحمس بقوة وإرادة وإصرار كبير من خلال علم المرأة لخلق ثقافة المرأة. قتلت ناكيهان أكارسيل بوحشية وبذهنية قوات الاحتلال ذات العقلية السوداء المتطرفة. سنبقي ناكيهان أكارسيل خالدة، وذلك من خلال رفع وتيرة ثورة المرأة في كافة أنحاء العالم. ناكيهان أكارسيل التي كانت تعمل منذ سنوات لخلق القوى الذهنية والعلمية لموجة ثورة المرأة التي أثيرت في جميع أنحاء العالم تحت شعار جن جيان آزادي، ضد الذهنية الفاشية التي قتلت بوحشية الشابة الكردية في شرق كردستان جينا أميني. نعلن أننا سوف ننتقم لصديقتنا ناكيهان من خلال خلق تنوير نسائي بعلم المرأة، بالرغم من وجود الظلمة الذهنية للفاشية والذكورية المهيمنة. وندعو جميع النساء الثوريات الديمقراطيات، النساء الداعيات إلى الحرية، الأكاديميين العلماء إلى إدانة هذا الاغتيال السياسي ورفع وتيرة نضال الحرية في وجه الاحتلال والاستعمار وظلام الذهنية الفاشية تحت شعار جن جيان آزادي. في شخص شاهيناز إبراهيم وكافية سليمان، ندعو جميع نساء جنوب كردستان إلى الضغط على حكومة الجنوب لإلقاء الضوء على هذا القتل السياسي والكشف عن أبعاد الجريمة، كما وندعوهن ضد هذه الجريمة الوحشية الالتفاف حول شعار جن جيان آزادي وتوحيد أعمالهن مع موجة الثورة النسائية التي تطورت في رجالات كردستان وريادتها. جن جيانا آزادي، جن جيانا آزادي، جن جيانا آزادي.